تحت عنوان الصعيد المنسي، أقامت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشاكل الصعيد ومحاولة لإيجاد حلول. على رأس الحضور أستاذ محمد عبد القدوس وعدد من الشخصيات العامة وأهالي الصعيد. هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات خاصة بالثورة. الثورة أهم أهدافها حرية، تغيير حرية عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بنهوب الصعيد، لأن كل مشاكل في الصعيد، وطبعا في قوانين لازم تطلع مهمة زي قانون التأمين الصحي وزي قانون أجور وغيرها، لكن الصعيد طبعا مناطق فقيرة جدا وفيها كل المشاكل، فلابد من الاهتمام بالصعيد. فهذه الندوة تصب في هذا الاتجاه، بيان المشاكل بتاعت الصعيد ونحن نقدم مقترحات تعمل على حلها. موجهين دعوة لجميع الناس منهم بعض نواب مجلس الشعب، فهؤلاء طبعا بيجيبوا الناس اللي هم يعني تبعهم في الدايرة. احنا دي تبقى حاجة عملية، يعني مش عايزين ندوة كده نظرية. لا، هي كل ندواتنا حاليا في النقابة. طبعا حضرتك زي ما انت عارف النقابة صحفيين كان احدى القلاع الاساسية التي اسقطت النظام مبارك والحمد لله، ودلوقتي هي احدى القلاع الاساسية التي تعمل على خدمة اهداف الثورة بطريقة عملية ودون زعيق ولا ضجيج ولا كلام انت عارفه ده. لا، هو في مشاكل كتير يعني حضرتك هتشوفيه في الندوة بقى، لكن طبعا في الفقر او زي كيفية نهوض مشروعات، يبقى في مشروعات هناك محور الامية، نواحي الصحية، كل مشاكل مصر. هي الصعيد دي قلب مشاكل مصر، يعني لو في نشكو امراض يبقى هو الصعيد، لو نشكو فقر يبقى هو الصعيد، لو نشكو عدم امن يبقى هو الصعيد، وكل الحاجات دي هي مشاكل مصر، هي مشاكل الصعيد ان شاء الله. بشكل عام المشاكل في الصعيد كثيره ومتعدده بطبيعه الحال، لكن انا بعتبر ان اهم واخطر مشكله، واعتقد اللي هي بيحملها عنوان هذه الندوه، هو الصعيد المنسي، النسيان، التجاهل، الاهمال، اللامبالاة. الصعيد طول عمره بيعاني من حالة من اللامبالاة والإهمال، لدرجة أنه لأول مرة مثلا تمتد يد الدولة لكي تقيم بعض المنشآت أو بعض الخدمات لبعض المناطق كان سنة 92. ده تم إمتى وتم إزاي؟ تم بعد ما شاب اسمه بسطاوي خرج من قرية اسمها الحجيرات معاه 4 من الشباب الآخرين من قرى الحميدات ومناطق الأشراف، تعرضوا لأتوبيس سياحي عند ميدان سيد عبد الرحيم وأطلقوا عليه الرصاص. وقتها كان في موجة من العنف في مصر اللي امتدت من 92 ل 97، اللي هي موجة ضرب السياحة، ما عرفت بالهجمات على السياحة. الدولة وقتها افتكرت أن هناك صعيد وأن هناك أناس مجهولون لا تقدم لهم أي خدمات. إجمالي مشاكل الصعيد، مشاكل الصعيد كثيرة جدا جدا لا تجمل ولا تحصى. مشاكل الصعيد في تهميش متعمد للصعيد، في حرمان من جميع المرافق والخدمات التي تحقق الحياة الكريمة لأهل الصعيد، في حرمان من مدارس، في حرمان من تعليم، في حرمان من الصحة، في أداء سيء، ما فيش مواصلات، ما فيش طرق، الكهرباء بتنقطع فترات طويلة في الصعيد. فهذه مشكلات الفلاح المصري مثقل بالديون وبالكاهل، وطبعا عدم توفر الأسمدة للفلاح المصري. الفوائد بتاعت البنوك أصلا أثقلت كاهل الفلاح المصري، حسسته بعدم قيمة العمل أصلا، يعني حسسته بعدم قيمة العمل، لأنه أصبح مثقل، وأصبح في ناس متخصصة في إن هم يصطادوا الفلاح المصري ويقولوا طب ما تسددش دلوقتي وندور لك الفلوس بفوائد أعلى، بتوصل فوائد أضعاف مضاعفة من الربا التي أثقلت كاهل الفلاح المصري ولا يستطيع عمل. فينبغي علينا أن نسن قانون بالنسبة لمجلس الشعب، وهذا ما سنطالب به بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نسن قانون للصعيد لتنميته على الأخص. من حق الشعب المصري أن يحلم، ومن حقه أن يتمنى حياة كريمة، وهذا ما يحلم به أهالي الصعيد من عيش وحرية ونظرة من الحكومة لنبني مصر بعد الثورة.